بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المراقب لحقلنا المغناطيسي المتهالك وما يحدث به من تشوهات قوية وتكسرات شديدة في الحقل الصاد للرياح الشمسية يعلم مباشرة أن المنبع الطاقي الدخيل نيبيرو يتقدم نحونا بخطى حثيثة، وننتظر تقرير ارتحال القطب المغناطيسي الشمالي هو الذي سيؤكد لنا هذه النقطة، حيث يكاد يتأكد لي أنه سيسجل قفزة في تصارعه نحو سيبيريا مبتعدا عن النقطة 40 درجة، لأن ما يحدث على الأرض هذه التأثيرات كما حدث في الشهر السابق كانت هناك تأثيرات قوية ودائمة، الآن أشد قوة وأكثر دواما، بالتالي فنرتقب سنلاحظ تصارعا قد يكون مهما في ارتحال القطب المغناطيسي الأرضي، لأن العلاقة ما بين حركة المنبع الدخيل وحركة القطب المغناطيسي الشمالي مرتبطتان، فالذي يحرك القطب الشمالي أصلا هو القطب الشمالي المقابل لنيبيرو، القطب الشمالي لنيبيرو المقابل للقطب الشمالي الأرضي، بالتالي يحدث تنافر بين القطبين الشماليين، والكتلة الأضعف هي التي تبتعد، بينما نيبيرو بقوته الكهرومغناطيسية يؤثر على الكتلة الأصغر، بالتالي نرى حركة القطب المغناطيسي الأرضي، لكن لا نسبق الأحداث ولنراقب الأحداث بطرو على الأرض، فهي كفيلة بإعلامنا بما يحاولون إخفاءه عنا. وفي هذه الحلقة أيضا سنقارن ما بين الشحن الطاقي لطبقة الأيونوسفير سنة 2004، وجدتها على الحاسوب هذه الصورة، وصورة لهذه السنة، لترون الفرق الشاسع جدا بين حالة تلك الطبقة سابقا وما تشهده الآن من شحن متطرف شديد يغطيه اللون الأسود الذي يعبر عن الشحن المتطرف. فهناك فرق شاسع وكبير بين الصورتين. هذا التكهرب العالي الذي يصل ما بين طبقة الأيونوسفير وسطح الأرض هو الذي يعطي ارتفاعات في نبض الأرض رنين شومان، الذي سجل يوم 11/1 سجل 56 هيرتز ما بين 10 ليلا إلى 11:30، وتم قطع ضخ البيانات به من جديد. لنمر الآن للشرح على الصور كي تتضح الصورة أكثر. نبدأ حديثنا من الأعلى، أي من الحقل المغناطيسي الأرضي، على الساعة 9:50 يوم 11/1، وكما تشاهدون تقلص في القوس الصاد، القوس الصاد متقلص جدا، وسنرى أن به تكسرات شديدة، لأننا نرى هنا هذه التكسرات، انتفاخ فان آلن قوي، ميلان في ثنائي القطب، دوامات تصل للون الأحمر، تكسرات شديدة في الخطوط، تكسرات قوية جدا في خطوط الحقل المغناطيسي. هنا أيضا القوس الصاد يكاد ينهار، نرى الطاقة الدخيلة كما ترون تلف الأرض، طاقة باللون الأحمر والأصفر والأخضر كذلك. نفس الشيء، هناك موجة أو نبضة طاقية قادمة من اتجاه الرياح الشمسية من الشمس والنجم الطارق، فهم الآن على نفس خط النسق الواحد، تلاشي للقوس الصاد، تكسر شديد في القوس الصاد، بالتالي دخول هذه الطاقة باللون الأخضر والأصفر
ها هنا مليئة بالطاقة الملونة بهذه الألوان الصفراء والخضراء. هذه الصورة صورة للقوس الصاد للرياح الشمسية على الساعة 8 إلى 9 من يوم 11/1، وكما تشاهدون تكسر شديد في خط القوس الصاد، تلاحظون هذه التكسرات التي تحصل فيه، بالتالي يترك الباب مفتوحا لهذه الطاقة التي نراها تلتف وتدخل إلى طبقة الأيونوسفير. هنا أيضا على الساعة 8 إلى 9 تكسر شديد ودخول لطاقة باللون الأخضر، أيضا طاقة شديدة تصل إلى اللون الأحمر أعلى درجات الطاقة الشحن، وتصل إلى داخل طبقات الأيونوسفير. هذه هي طبقة الأيونوسفير، تكسر وإعوجاج في القوس الصاد، قوة وشحن طاقي يضرب الأرض كما ترون وكما نشاهد تكسرات شديدة. هنا أيضا تكسرات شديدة وشحن طاقي قوي، الشحن الطاقي يملأ يحيط بالأرض ويدخل إلى داخل طبقات الأيونوسفير. هنا كذلك شحن قوي جدا مع ضربات ونبضات قادمة من الأمام. هنا أيضا تكسر شديد كما تلاحظون، هنا حيث لم يتكسر القوس الصاد هناك دخول لقوة بسيطة باللون الأزرق الفاتح، بينما هنا حيث تكسر القوس الصاد تلاحظون القوة الدخيلة كيف هو لونها. هذا الشحن الطاقي الذي يصل إلى طبقات الأيونوسفير يبدأ يعطي تكهربا في على الأرض، وخصوصا هنا عندنا هذه الخرائط للأقطاب، هنا القطب الشمالي، هنا نلاحظ التكهرب على القطب الشمالي وهو باللون الأصفر ما قبل الأخير، القوة ما قبل القصوى كما تشاهدون. وعندنا هنا اللون الأحمر، اللون الأزرق الغامق هو الحالة الطبيعية التي يجب أن تكون عليه هذه الصور، لكن لا وجود له أصلا إلا في هذه النقطة فقط. أما في الحقيقة لو كان التكهرب طبقات الأيونوسفير والأرض ما بين طبقات الأيونوسفير والأرض لو كان طبيعيا لابد أن يعطينا بهذا اللون الأزرق الغامق الذي يظهر لنا في المفتاح اللوني. الآن الأصفر والأخضر يعني أنه طاقة متوسطة إلى قوية. هذا التكهرب هو الذي يعطي ارتفاعات في رانين شومان. رانين شومان كما نشاهد يوم 11/1/24 سجل 56 هرتز مع طول مدة امتداد الارتفاع، حيث وصل أولا إلى 45، وعند العاشرة سنكبر الصورة، عند العاشرة ليلا إلى 11:30 وصل إلى 56 هرتز، ثم انقطعت البيانات، يعني قطع الموقع ضخ البيانات لأن الارتفاع سيكون شديدا، لأننا نرى امتداد في اللون الأبيض وهنا امتداد قوي، لأنها هنا هناك تقطع لكن هنا امتداد قوي للون الأبيض، يعني أنهم لو تركوا البيانات قد نسجل ارتفاعات أكبر مما سجلها بكثير. هذه الصورة صورة قديمة لطبقة الأيونوسفير، وكما تشاهدون اللون الأخضر يعم الطبقة، وهنا تلون بالأصفر قليل من الأصفر والأحمر ثم الأبيض قليل جدا، هنا طبقة لكن الخريطة ككل يعمها اللون الأخضر. وسنأتي هنا عندنا في عام 23 الأخرى عام 2004، هنا نرى اللون الأخضر في هذه البقعة فقط وكما ترون، والباقي لون أزرق شديد وأسود الذي هو شحن متطرف. وعند المفتاح اللوني نلاحظ اللون الأخضر 0.0، اللون الأخضر هو الحالة الطبيعية التي رأيناها في الصورة السابقة، هنا الاختلاف شاسع جدا. وتفريغ هذه الشحنات نحن نرى هنا زلزال بقوة 6.4 في أفغانستان،
وعندنا عدة زلازل بقوة الخمسة، أربعة خمسة زلازل بقوة الخمسة، الزلازل الأخرى بقوة الأربعة حدث ولا حرج من كثرتها. فجميع المناطق التي بها صدوع قارية تشهد زلازل قوية، هذا هو الزلزال الذي ضرب أفغانستان. وانظروا معي كازاخستان، هذا خط النار هنا بالمحيط الهادي كما تشاهدون مليء بالزلازل، جميع خطوط الصدوع القارية مليئة بالزلازل كما تشاهدون معي. هنا في جنوب المحيط الأطلسي أيضا وبالشمال بالقرب من إيسلندا، هنا بإيسلندا يوجد عدة هزات زلزالية كما ترون بإيسلندا. المنطقة منطقة المغرب والجزائر أصبحت هادئة من جديد. هذا هو التفريغ الذي يحدث على الأرض من جراء ما نراه من شحن طاقي، ويبقى التطرف المناخي هو سيد الموقف. مؤخرا أصبح ملاحظا بقوة، وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.